يعني الحما اللذيذه اللي بتهزر كتير وبتكلمني كل يوم وكل ساعه ومعايا في كل حاجه، ولا اخليني بعيد احسن وتبقى الحما في المناسبات بس؟ هاي هاي يعني ده اخر سؤال. أنا شايفة إنه الحما يعني في دلوقتي لازم تبقى في حالها، يعني لازم تبقى حريصة إنها ما تقدمش المساعدة إلا لما المساعدة تطلب، وما تقدمش النصيحة إلا لما النصيحة تطلب. لكن لو هي اللي فضلت تتطوع بإن هي تتدخل في حياة يعني ابنها او مرات بنتها. ابنها أو ابنها، هيبقى الموضوع فيه مشاكل أكبر. هما محتاجين المساحة الشخصية اللي تديلهم يعني فرصة يبتدوا يبنوا بيتهم ويكونوا علاقة خاصة بيهم هما بدون تدخل من الأهل من الطرفين. يعني انا معاكي جدا وبتفق، لان الجيل ده اصلا بيكره اي حد يقول له رايه، حتى يعني يتدخل في طبعا حياته، يعني يفرض عليه راي، يتدخل في اختياراته. ده حتى اللبس، احنا ما بنعرفش نحكم على اولادنا في اللبس حتى دلوقتي، اللي هو تلبس ايه وما تلبس ايه. فاعتقد ان بالظبط. الجيل ده صعب، لكن الحما بتفضل حما على مدار الاجيال، من 100 سنه لغايه 100 سنه قدام تاني الحما بتفضل حما. لكن انا عايزه يعني تقولي نصيحه سريعه اخر حاجه، ان البنت تتعامل ازاي مع حماتها عشان تفضل سعيده. بصي، هو يعني أنا دايما بقول إن الثقافات الغربية حتى في مسمياتهم بيسموا الحما بيسموها mother in law وال father in law، يعني هما أم وهما أب، غير كلمة حما. حما جاية من يعني من إن النار حامية، من عارفة؟ حمى، حمى جاية للأسف من حمى يعني. للأسف للأسف، فدي يعني تعبيرات بتبين لك الثقافة بتاعتنا عاملة ازاي. يعني احنا جايين بأفكار سابقة التجهيز عن الحما وأفكار سابقة التجهيز عن زوجة الابن وزوج الابنة، يعني للأسف لازم يعني ما ينفعش ندخل العلاقات واحنا جايين بالأفكار السابقة التجهيز دي. احنا محتاجين ندي كل واحد فرصته ونعرف شخصيته بشكل نجدد أفكارنا مستقل. ونجدد ثقافتنا بقى، عشان كده كفاية كفاية الموروثات الفكرية اللي احنا متورثينها، ورث تحس ان هي ورث زي النيش كده في السفرة، اللي هو ورث مش للأسف عارفين نوديه فين، لا منه بنطلع منه كوبايات ولا منه بنحط فيه اطباق جديدة. بشكرك جدا للأسف. الكاتبة لمياء الخولي، نورتينا يا فندم، ميرسي جدا لحضرتك، متشكرة لحضرتك يا إيمان، ميرسي ألف جدا، شكر. شكرا.